صباح الخير، اليوم الأربعاء 5 نيسان أبريل 2023. هذا النهار ممكن يكون غير مستقر بالنسبة للكتار. في عنا معاكسة فلكية بين القمر والمريخ بتخلق نوع من الصعوبات، لكن باقي الطوالع الفلكية بتقول أنه كل شيء له حل. كيف رح تكون الأبراج؟ بنبدأ مع الحمل، بتتعقد بعض الأمور وبيكون بعض العلاقات كمان متعبة لإلك. أنت اليوم مضطر للجم الانفعالات أو رح تكون قدام نهار بيحمل معه تغييرات مانا مريحة، وردات فعل من الآخرين بتكون عدائية شوي تجاهك. أنت عم تشتغل صح وعم تكون ناجح بمجال عملك، بس يمكن الشيء اللي بيصير اليوم هو بسبب أنك أنت عم تفكر بشيء وغيرك عم بيفكر بطريقة مختلفة عنك. برج الثور، بعض المتاعب الصحية أو التقلبات المعنوية ممكن تأثر على نهارك، بس عم تكون أنت بنفس الوقت واعي ومدرك لكل شيء. مشان هيك خلال هالنهار عندك القدرة على السيطرة على الأمور إذا فلتت، أو أنك تلاقي حل لأي مشكلة بتظهر بهالوقت. برج الجوزاء، بيشجعك الفلك وعلى الرغم من بعض السلبية اللي بتشعر فيها بيشجعك على التحرك والتقدم نحو هدفك. أنت عم تخطط صح بهالفترة وعم تفكر بينك وبين حالك، وهذا طبعاً شيء كتير منيح، بس اليوم ممكن تستفيد من رأي أو نصيحة إذا قدرت تشارك بعض من أفكارك مع الآخرين. برج السرطان، في تنافر فلكي قوي بيأثر عليك وبتكون مضطر أنك تقوم بواجبات أو مسؤوليات معينة مانك حاببها كتير. الأجواء بهالنهار عم تكون مايلة للفوضى أكثر أو التشتت أكثر، وبالتالي لازم تحافظ على علاقاتك ومكاسبك وما تتخلى بسرعة عن الشيء اللي بتمتلكه أو يلي بتعتبره بخصك. برج الأسد، بتقوي قلبك اليوم وبتكون عم ترغب بتخطي مخاوفك ومواجهة كل شيء بتعتبره صعب أو معقد. ما تفوت حالك بمتاهات كبيرة وحاول منك ما تبالغ باندفاعك. هذا النهار ما نو سيء، بس بيحذر من بعض النتائج يلي مانك متوقعة، وخصوصا إذا ما كنت عم تحسب خطواتك مزبوط. برج العذراء، شو ما كانت أجواء هالنهار مريحة أو غير مريحة، فأنت مركز على هدف ورح تصيب هذا الهدف. اهتماماتك بهالوقت عم تكون مالية ومهنية، بس عم تعرف بشكل عام كيف تدير شؤون حياتك كلياتها. في وضوح وفي صراحة وفي فرصة لكشف الأخطاء القديمة ومعالجتها. برج الميزان، نهارك بيتطلب منك أنك تتحمل مسؤولية وتصبر شوي على بعض التعقيدات. القمر ببرجك بيمدك بطاقة جيدة لحتى تشوف الأمور بشكل صحيح، بس مشكلتك هي بالتسرع والتهور أحياناً، وهذا الشيء اللي بيخليك معرض لنوع من التراجع أو أنك ممكن تشوف نتائج مخيبة وما كنت تتوقعها. برج العقرب، تحذيرات الفلك لليوم هي على صعيد الصحة، بس كمان أنت مشغول بغير شيء، يعني بغير أمور الصحة، وممكن تفقد السيطرة على أمورك الحياتية، وبتشعر أنه غيرك عم يتحكم أو القرار ما عم بيكون بإيدك بهاليومين. مطلوب منك هدوء وصبر والابتعاد عن تعقيد الأمور أكثر من هيك. برج القوس، مع أنه وتيرة العمل بتاخد منحة أفضل أو بتشعر أنك مانك مضطر تلتزم مثل اليومين الماضيين، إلا أنه أجواء هنهار كمان مانا كتير مشجعة لحتى تقوم بخطوة جديدة أو تقوم بمبادرة تجاه حدا. يعني خليك ضمن روتينك الاعتيادي، لأنه معاكسة القمر للمريخ بتعني أنه في شيء لسه بده حل أو أنك بتبقى بانتظار خبر أو رد. برج الجدي، نهارك مانو سهل، بس بتقدر تتخطى بعض العراقيل يلي بتخليك تشعر أنه الأمور رايحة للأسوأ. طبعا مواقع باقي الكواكب بتدل على نجاح وبتدل على تخلصك من عقد، بس موقع القمر بين اليوم وبكره ممكن يأخر لك الحل وبيأخر بعض الفرص يلي انت ناطرها. برج الدلو، شيء من التناقض بتعيشه اليوم بين انك حابب تكون بمكان وبين انك حابب تسافر او تغير شيء بحياتك. ما تندفع كتير باتجاه غير مدروس، لانه من الافضل بهي الفتره انه يكون كل شيء عندك محسوب ومخطط. العشوائيه والفوضى ما رح تنفعك بهالوقت. برج الحوت، قادر تقوم بخطوة شجاعة وتحذف شغلات من حياتك القديمة أو من الالتزامات والعادات يلي بتشعر إنها غير مفيدة لإلك. يومك مناسب لحتى تتغلب على مشاعر الحنين والماضي وتقلب صفحة وتنطلق نحو جديد، بس أنت حاول تتجنب المشاعر، لأنه المشاعر هي نقطة ضعفك بهالوقت. مولود اليوم صريح كتير بموضوع المشاعر، بيكون عدائي تجاه أي حدا بيوقف بوجهه أو بوجه طموحاته، وبنفس الوقت بيقدر وبيحترم يلي بيعامله بطريقة لطيفة. من المتوقع هاي السنة أنه يقوم بأعمال ومبادرات شجاعة وبتغير بعض الأمور بحياته الشخصية. هاي الأمور ما كان قادر يغيرها طوال السنوات الماضية.